فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: هذه امرأة تسأل فتقول: ورد الوعيد على المرأة إذا دعاها زوجها لأجل الجماع أن ترفض ذلك، تقول: فهل الحكم للرجل كالمرأة إذا دعته إلى هذا الأمر؟ ما ورد هذا، هذا ورد في حق المرأة مع زوجها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.